هذه مملكة الأنباط، هنا المدرج الروماني. المملكة مليئة بالأسرار، مليئة. ننزل ونغوص في التفاصيل، بس المكان يخوف وما أنصح أحد يطلع فيه. وإذا جيتوا هنا ما تقدر تطلع، في شباب صغار دليل يأخذك مع الجبل. حاولنا نتفلسف ونطلع ما عرفنا، رجعنا أخذنا واحد تعرج فينا في الجبال حتى وصلنا هذا المكان. شق صخري يؤدي بك إلى هذا المنظر الجميل. غالبية من يزور البتراء يزورها بسبب هذا المشهد، الخزنة. منظر جميل، سموها الخزنة لأنهم كانوا يعتقدون أن الجرة الموجودة في الأعلى مليئة بالذهب، لكن في حقيقتها إنها قصر من قصور البتراء، وأجمل قصور البتراء. والبتراء لها قصة. البتراء تبدأ قصتها هنا في الأردن وتستمر حتى عندنا في السعودية. العلا، الحجر، مدائن صالح إذا تعرفونها، هي حضارة عربية. الأنباط ازدهرت حضارتهم 100 عام قبل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، و100 عام بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. هذه الحضارة قامت على التجارة، تجارة الترانزيت موقعهم ممتاز، فصارت طرق التجارة، الحرير والقوافل اللي تروح شمال جنوب شرق غرب تمر في هذا المكان، فصارت دولة غنية. حتى جاء الرومان، الرومان قوة عسكرية، فدمروا هذه الحضارة وقضوا عليها، بقيت آثارهم. نتكلم عن 40 متر في الأعلى. طبعا هم نفس الثقب الحجر، كانوا يستخدموا السقالات. واسطة إزميل، عارفين الإزميل؟ دي من الواجهات. ندخل واحدة من الواجهات من الداخل. شوفوا الجبل، شوفوا قديش منحوت. طبعا عاشوا فيها أقوام بعد الأنباط. البتراء عجيبة، اللي ما زارها تستحق الزيارة. أنا كنت أفكر إنه ثقافة المسارح ذي رومانية بحتة. ورا ورا ورا، والله عكفة الرجل ذي عكفة واحد عارف إيش يسوي. أنتم بما أنهم حضارة، وحضارة مية حضارة قائمة على التجارة، تجارة الترانزيت، التبادل التجاري، أكيد راح يكون عندهم محكمة، ومحكمة ضخمة. شوفوها في قلب الجبل، حنطلع لها الآن إن شاء الله. في الطرقات موجود هذه المحلات اللي تبيع التحف والهدايا والهدايا. خطوات ونكون داخل محكمة الأنباط. أقل عمر لها 2000 عام. يا سبحان الله. إزميل، يوم أقول لكم حضارة نحتت على الحجارة، عجيب عجيب عجيب. بعدين تقول تليس من ليسينها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمع الصدى كذا، حتى القاضي له هيبة. مليسينها. بسم الله له هيبة. سبحان الله، وكأنك في العلا.